هذه المحافظة كانت محطة لوحدة العراقيين في الحرب ضد الإرهاب، وهذه الأرض ارتوت بالدماء الطاهرة لشهدائنا من الأجهزة الأمنية بكل تشكيلاتها وصنوفها، ومن أبناء هذه المحافظة اللي كانوا أول المضاحين. الإرهاب ما يمت بصلة لا لمكون ولا لقومية ولا لدين، هذه عصابة دخيلة على مجتمعنا وعلى شعبنا، شاءت الظروف في لحظة ضعف أن تجد لها موطئ قدم، ولله الحمد الشعب قال كلمته وطرت هذه العصابة إلى غير رجعة. مهمتنا الآن كيف ننهض بهذا الركام من الخراب والدمار، والحاجة إلى المزيد من الخدمات لأبناء هذه المحافظة. ليس هذا فقط، وإنما نجد ونحن على يقين بأن كل مقومات النهوض في هذه المحافظة متوفرة، وممكن أن تكون عامل قوة للعراق وليس لأبناء المحافظة بحكم ما تحتويه من فرص ومن موارد طبيعية وبشرية. هذه الحكومة وضعت برنامج لها، هذا البرنامج ليس برنامج إنشائي أو خطابي ينتهي بتشكيل الحكومة. الكل يلاحظ صارنا 6 أشهر نتحدث بالبرنامج والأولويات، ما عندنا غير هذا، هذا هدفنا وهذا المسار اللي بدنا نعمل عليه حتى نحقق هذه الأولويات وهذه الأهداف وهذا البرنامج من خلال الوزارات والمحافظات. محافظة ركن أساسي في الجهاز التنفيذي للدولة، وهي معنية بتنفيذ البرنامج الحكومي. هذا البرنامج مو فقط الوزارات، اليوم التخصيصات المالية والموازنة الاتحادية تذهب إلى المحافظات وإلى الوزارات. واحدة من السياقات الخاطئة أن الحكومة تبتعد عن المحافظة وتترك المحافظ هو مدراء ودوائر، والركن الآخر اللي كان يمثل مجلس المحافظة بعيدا عن الخطط التي يفترض أن تكون مكملة للدولة. اليوم أي مشروع يعد في المحافظة يكون يدخل وزارة التخطيط، وزارة التخطيط وزارة اتحادية تمتلك المؤشرات والمعايير اللي على أساسها ترسم الخطة الوطنية. فإذا المحافظة جزء أساسي في عمل حكومتنا، حتى يكون واضح، يعني احنا ما جايين زيارة عابرة. زياراتنا لكل المحافظات اللي بدأناها منذ مباشرة الحكومة لمهام أعمالها كان بصحبتنا الوزراء، فيها منهجية تعتمد على الاستماع لكل فئات أبناء المحافظة، بدءا من الحكومة المحلية بدوائرها وانتهاءا بالمواطن. المواطن هو الهدف، هو الغاية، هو اللي أشر علينا يقول هذه الحكومة بدوائرها قدمت خدمة، قدمت منجز، قدمت أداء. واحد من معايير تقييمنا للمحافظة هو مستوى رضا المواطنين على أداء المحافظة.